مساء الخير يا فندم. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. عمري مع حضرتك عميل من شركه اتصالات يا فندم. ايه؟ عمري معاك عميل من شركه اتصالات يا فندم. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. سمعتك، الف مبروك يا فندم، رقم حضرتك ظهر عندي على الجهاز، حضرتك كان معانا هدايا بقيمه 2000 جنيه رصيد هديه. 2000 جنيه يا فندم، حضرتك بتستخدمها لكل الشبكات، اورنج، فودافون، اتصالات، ممكن تستخدمها كانترنت او مكالمات عاديه او باقه شهريه مع حضرتك. 2000 جنيه يا فندم دي منزلها المسؤول العام من شركه اتصالات، منزلها على 10 ارقام كل سنه بمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا فندم. انا ايه اللي عشان اقدر افعل لك الرصيد ده يا فندم؟ حضرتك بتروح اي سنترال عنده مكنه فوري كده بقدر افعل لك الرصيد وندي الاحتياط ده. ايه اللي يحصل يا فندم؟ معلش بس عشان اقدر افعل لك الرصيد وانزل لحسابك ال 2000 جنيه. حضرتك بتروح اي سنترال عنده مكنه فوري من خلاله بقدر افعل لك الرصيد وانزل لحسابك ال 2000 جنيه يا فندم. تمام، يعني اروح تروح اي سنترال وانا معاك على المكالمه حاليا. ثانية حضرتك، حضرتك معايا؟ معاك يا فندم. حضرتك عاوز تستلم الهديه دي فلوس ولا رصيد يا فندم؟ يا فندم يعني طب معلش بس سامحني، يعني جد حاجه جد يعني ولا؟ والله بجد يا فندم، تحت امر حضرتك. دي هديه نزل حضرتك بمناسبه شهر رمضان الكريم. المسؤول العام من شركه اتصالات بيختار 10 عملاء كل سنه، ارقام عشوائيه. تمام. منهم خط النهارده اللي فاز معانا بالهديه، في ارقام النهارده فازت معانا بهديه اخرى، ثلاجات وغسالات. ورقم حضرتك النهارده فاز معانا بال 2000 جنيه رصيد، الف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك يا فندم. عشان اقدر افعل لحضرتك الرصيد، ارجو من سيادتك بالمواجهه لاي سنترال عنده مكنه فوره او سوبر ماركت عنده مكنه فوره او مصاري، من خلاله بقدر افعل لك الرصيد وانزل لحسابك ال 2000 جنيه. دي من غير اي تكلفه ومن غير رسوم على حضرتك. تمام يا فندم. طب ال 2000 جنيه دي تاخدها رصيد ولا فلوس؟ زي ما انت عايز يا فندم. حابب حضرتك تستلمها فلوس ماشي، عاوز تستلمها رصيد ماشي. اهم حاجه حضرتك لما تروح لاي سنترال وانت معايا دلوقتي ما توضحلوش ان انت وصل لك هديه من الاتصالات، عشان ما تسحبهاش من عند حضرتك، يعمل لها عمليه تبديل وياخدها منك. فحضرتك هتقول له خد اخويا معاك. تمام. انا انت قلت انت قدام السنترال، هتقول يا استاذ عمرو انا قدام السنترال، اخش اقول له ايه؟ انا بوضح لك المعلومات اللي هتوضحها لصاحب السنترال. تمام يا تمام. طب استنى كده يا فندم، خليك معايا ما بيني وبين حضرتك دلوقتي، خليني معاك على الانتظار لحد ما توصل للسنترال يا فندم. ماشي، انا قدام السنترال هساله بس. خلاص اساله كده، اقول له عندك كان... 200 رصيد صافي تعمل كام؟ ال 2000؟ لا، ال 200 الاول. انا بفعل الرصيد عندك ده على 10 مراحل، كل مرحله بتوصل عندك 200 جنيه لحد ايه؟ لحد ال 10 مراحل ب 2000 جنيه. تمام، لو سمحت في مكان فوري او مصاري؟ قول لي عندك ال 200 بكام؟ المكن فوري او مصاري اللي هي بتاع صرف الرصيد او الفلوس. قول ال 200 بكام؟ ال 200 رصيد صافي بكام؟ طب ال 200 جنيه رصيد صافي بكام؟ ال 200 جنيه رصيد صافي بكام هنا؟ لا اتصالات. انت ما عندكش حاجه تجع في الثلاجه جوه؟ ال 200 ب 300؟ طب قول له خد اخويا عمرو معايا. ما هو تقريبا ما عندوش المكنه. ما عندوش؟ ممكن طب اتحرك اروح اشوف اي محل تاني؟ وانا مع حضرتك، ما فيش مشكله، انا معاك على الانتظار اهو. ماشي يا فندم. ماشي. يا ادهم. تعال نشوف. تعالى بس عايزين مكنة فوري او مصاري قريبة من هنا، مش عارف بس. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا استاذ عمرو، بس لو انا ينفع تكفي الدقيقه وارن عليك، ولا عشان بس ما اطولش حضرتك؟ مش عايز يعني. لا تحت امرك، انا براحتك خالص، تحت امرك، انا معاك على الانتظار. هو انا يعني كلها مثلا 100 متر مثلا، مش كتير يعني. ف كده تحت امرك مع حضرتك. ماشي يا فندم. اقول له عندك شحن رصيد اتصالات، اقول لك اقول له ال 200 رصيد صافي تعمل كام فلوس؟ تمام يا فندم. مع حضرتك. ماشي. ايه
روح روح اقعد في المراسي وانا جاي لك. ماشي؟ انت هتروح فين؟ اشوف السنترال ده واجي. اسمع الشوط الثاني عشان ما اتصلكش، روح اقعد في المراسي وانا جاي. اقول لك ايه طيب؟ ما انا قلت لك تعالى معايا. السلام عليكم. لو سمحت بس مفيش مكنة صوري او مصاري هنا. فين؟ فين طب الصوري؟ ماشي بس. ماشي بس شكرا. احنا لقينا بيه. طب يا استاذ عامر ما ينفعش بيه؟ الو مش مشكلة عادي بيه عادي. كده سال 200 بكام طيب؟ يعني بيه ينفع عادي؟ اي مكان التحويل عادي. طب لو سمحت طيب انا طب قول له على ال اصل انا عامل انا عامل باقة يعني، فهو اللي ينفع يطلعها لي فلوس يكون احسن. يا اخي سيدي ما تتكلمش انت في اي حاجة زي كده. تمام؟ خلاص تمام. قول بس ال 200 عاملة كام؟ ماشي. طب تقعد تكلمه هو طيب؟ انت قول له الاول وانا معاك. ماشي. لو سمحت ال 200 جنيه الصافي عاملة كام؟ رصيد. طب انا ما رصيد والله العظيم مش عندي، والله العظيم ما عندي، حولتها لك بس كانت لازم برضه ما كانت فيه. مش هينفع تاخد عادي بيه برضه، هو عنده بيه، عنده بيه يا سيدي. اي تحويل لا نحول رصيد. هو اللي يحول. اصل انا هو مش فاهم استاذ عمرو، هو بيقول لي ما عنديش رصيد. لا ماشي، مش بيقول ما عندكش رصيد على المكنه. خلاص شوف حد غيره. خلاص ماشي. هو اللي لا مش انا اللي حلو، هو اللي حلك يا سيدي. يا اخي ما توضحش. تمام يا استاذي. انا ما وضحتلوش، انا ما هو ما يعرفش حضرتك اللي انت عميل. هيسحبها. تمام يا فندم. تمام. انا بحافظ لك كل ده على الهديه بتاعتك عشان ما تسحبهاش من عندك. ماشي يا فندم. انا هخش اهو في مكنه تاني قدامها برضه بتاع الثوري برضه. شرط بص اقول لك على حاجه. مش شرط تساله دي نوع المكنه ايه، انت اساله سؤال. عندي السلام عليكم وعليكم السلام. عندك رصيد على المكنه؟ هيقول لك قول ال 200 رصيد صافي بكام؟ اجل ال 200 ما توضحلوش. تمام تمام ماشي. انا هو خش على مكنه تاني برضه. ماشي. واهم حاجه حضرتك معايا؟ ايه يا فندم؟ ان قال لك تعرف اللي بيكلمني يقول لي ده اخويا عمرو. قول لي ده اخويا عمرو اللي معايا. تمام يا فندم. تمام. اقول لك تعرف اللي بيكلمني ده، قول له ده اخويا عمرو معايا. تمام ماشي تمام ماشي. لو سمحت في مكنة فوري، في حضرتك رصيد على المكنة؟ في رصيد على المكنة؟ عندك رصيد على المكنة؟ ال 200 جنيه رصيد. ال 200 جنيه رصيد صافي بكام؟ ب 290 يا عم عمرو. طب قول له خد اخويا عمرو معاك وتستريح انت خمس دقايق على جنب. ماشي. اتفضل اخويا عمرو معاك عادي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. طيب يا باشا. بتطلع فواتير بالتحويل بالصلاه يعني؟ يا باشا. ماشي استاذنك بس الارقام اللي هديها لك دي ما ترجعهاش معايا عشان ده ارقام يعني اخواتي البنات وكده، فما ترجعهاش معايا خالص. انت عايز كام يا باشا كده اجمالي المبلغ اللي انت عايزه؟ يعني في حدود 2000. طيب ثواني خليك معايا. مع هو عايز تحويل 2000 جنيه. يا دي يا ابن المتناك يا خول. نعم يا نصاب يا عغص. انت على مين يا ازاي؟ هو عايز ب 2000 جنيه تحويل معاك 2000 جنيه.
وحضرتك نحول لمين يعني؟ نحول لمين؟ هيدينا ارقام احولها ب 2000 جنيه، هتدفع 2000 جنيه؟ ارقام مين حضرتك اللي هتحولها ب 2000 جنيه؟ تدفع لو انت ينصب عليك وعلينا. الو، بتقول له هو اداك ارقام؟ قال لك خد ارقام ولا خد حاجه؟ انت بتقول له، بتقول له هات رقم، رقم مين هو اللي هياخده؟ انا قلت له خد حاجه ولا عملت له حاجه لسه؟ امال ايه حضرتك يعني؟ طب قول له اقول لك ايه؟ قول له اقول لك ايه؟ اخويا نصب عليك، قال لك طبعا ما تقولش افتح فاول ان انت كسبت، عشان ايه؟ عشان ما تكسبش معاك الجاي. طبعا.